الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ونستفتح بالله وهو خير الفاتحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في الدروس الماضية تكلمنا عن السنة النبوية المطهرة في بضعة نقاط، عدة مسائل. أولا بينا ما المقصود بالسنة النبوية المطهرة، ثم بينا أن القرآن الكريم أمر بالتزام السنة النبوية، باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، بطاعة رسول الله، بالاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بالاقتداء برسول الله. وفصلنا أنواع هذه الصيغ وما تقتضيه من وجوب التمسك والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا أن وظيفة السنة البيان للقرآن الكريم، وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام البيان للكريم. وذكرنا اعتراض الذين ينكرون السنة النبوية المطهرة ويدعون أن القرآن مبين لا يحتاج إلى بيان، والآيات القرآنية تتكلم عن بيان القرآن. قلنا نعم، القرآن بيان، لكن القرآن في ذاته بيان مجمل، وضربنا الأمثلة التي توضح ذلك مما جاء به القرآن الكريم ومما يكون في واقع الحياة التي نحياها. وبينا أن بيان السنة تفصيلي وبيان القرآن إجمالي. ومعنى بيان القرآن الإجمالي أن كلماته وعباراته وآياته واضحة في المعنى المقصود وفي الهدف الذي يهدف إليه القرآن الكريم. أما السنة فهي يعني جانب تفصيلي، وبينا أنواع التفصيلات من تفصيل المجمل وتقييد المطلق وتخصيص العام، بينا هذا. في هذا اليوم نتكلم عن حفظ السنة النبوية المطهرة، ونتكلم عن الحفظ معنى أنها محفوظة، الله عز وجل تكفل بحفظها كما تكفل بحفظ القرآن الكريم. هذه ليست ادعاءات، وإنما هي الحقائق التي يوضحها القرآن الكريم. ببساطة، القرآن الكريم لما أمرنا بالالتزام بالسنة النبوية المطهرة، أمرنا بالالتزام بها والعمل بمقتضاها. وفي الآيات كثيرة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، آيات القرآن الكريم. إلى جانب، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. القرآن الكريم يأمر بهذا ويحتم الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن لا يخاطب جيلا معينا، وإنما يخاطب الخلائق إلى قيام الساعة، من يوم أن جاء القرآن الكريم، وهو خطاب للجن وللإنس
بل خطاب الخلائق جميعا. فإذا كان القرآن خطاب للجميع على مر الأجيال وأمرنا بالالتزام بالسنة النبوية المطهرة، فمن الظلم ومن الحرج ومن الضيق أن يكلفنا الله باتباع شيء أو بالعمل بشيء ليس موجودا. لو لم تكن السنة محفوظة لكان تكليفا بما لا يستطاع أو تكليفا بما لا يطاق كما يقال. فهذا التكليف بالسنة دليل على بقاء السنة، على أنها محفوظة على مر الأجيال. وإلا الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان في تكليف بما لا يستطاع يبقى نتناقض مع الآية القرآنية الكريمة. فبناء على هذا نرى أن أول دليل الدلالة الموجودة في آيات القرآن الكريم على اتباع السنة هي إعلام بأن السنة باقية حتى يتمكن المكلفون من العمل بها. هذه واحدة. نمرة اثنين، احنا لما تكلمنا قلنا السنة بيان والقرآن مبين بالنسبة للسنة، واستدللنا بالآية القرآنية إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فهذا يدل على أن القرآن شيء وبيان القرآن شيء آخر وليس شيئا واحدا. وهذا هو الذي جعلنا نقول هذا البيان الإجمالي والبيان التفصيلي وبحسب الواقع الذي وصلتنا عليه رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. فيبقى من ضرورة حفظ البيان، من ضرورة حفظ المبين أن يحفظ البيان. طالما الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، فما يبين القرآن أيضا داخل في كفالة الله بحفظ هذا البيان الذي هو بيان للقرآن الكريم. هذا جانب. أيضا من الجوانب الأخرى بالنسبة للأدلة على حفظ السنة النبوية المطهرة، أن الله عز وجل تكفل بحفظ الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر يمكن من حيث التفسير، وهذا تفسير لكثير من العلماء، أن الذكر ليس مقصورا على القرآن الكريم وإنما يراد به دين الله عز وجل. نزلنا الذكر أي دين الإسلام، رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيبقى الذكر يشمل الكتاب كما يشمل أيضا السنة النبوية المطهرة. فهذا أيضا من الأدلة التي استدل بها العلماء السابقون على ذلك بالنسبة لها. أيضا يعني بعض الناس قديما وكما يحدث الآن يقولون كيف تقولون إن السنة النبوية محفوظة والسنة النبوية دخلها الضعيف، الأحاديث الضعيفة أتكلم عليها، بل الأحاديث المكذوبة، الأحاديث الموضوعة موجودة في ما يضاف أو ما يحسب على السنة النبوية المطهرة. هذا سؤال وجهه بعض الناس إلى عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى. عبد الله ابن المبارك أحد أئمة المسلمين في الزهد وفي العلم وفي رواية الحديث النبوي الشريف. يقول له هل السنة محفوظة؟ قال نعم.
السنة محفوظة. قال له: فما بال الأحاديث المكذوبة؟ ما بال الأحاديث المكذوبة؟ إذا كانت تقولون السنة النبوية محفوظة، فما يعني السبب في وجود هذه الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرد عليه رد بسيط، قال: هذه الأحاديث المكذوبة؟ قال له: نعم. قال له: يعيش لها الجهابذة. يعني الله عز وجل يقيد العلماء المتبحرين، العلماء المتعمقين في الفهم وفي الدراسة لحفظ هذه السنة النبوية المطهرة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا يعني موقف مع عبد الله بن المبارك. ابن حزم الأندلسي لما تكلم عن السنة النبوية المطهرة قال إن كلمة الذكر شاملة للقرآن الكريم وللسنة النبوية المطهرة. فيبقى بناء على هذا التفسير بالنسبة لها يعتبر هذا أيضا من الأدلة على أن السنة النبوية محفوظة بحفظ الله عز وجل. لكن هل كل إنسان من أفراد الأمة أو من أبناء الأمة يستطيع أن يحفظ السنة النبوية؟ طبعا هذا غير ممكن، يحفظ كل السنة النبوية هذا غير ممكن، لكن البعض يحفظ، والبعض الذي لا يحفظ يرجع إلى من يحفظون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيبقى معناها فيه ناس يقيدهم الله ويهيئهم ويوفقهم إلى حفظ السنة النبوية ويكونون مرجعا بالنسبة لغيرهم من الناس. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه يعني في دقته وعمق فهمه، واحد بيسأله: هل السنة النبوية محفوظة؟ قال: نعم. قال له: من يحفظها؟ هل يستطيع في واحد يحفظها؟ وكان يظن هذا الذي يتكلم أن الإمام الشافعي يحفظ كل السنة النبوية المطهرة. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال له إيه؟ قال له: هي محفوظة في كل الأمة، محفوظة في كل الأمة، هذا يحفظ بعضها وذاك يحفظ بعضا آخر وذاك يحفظ بعضا ثالث وذلك يحفظ بعضا رابع وغيره وغيره وغيره، هذا يحفظ وذاك يحفظ. وإذا جمعنا الحفظ المنتشر بين أبناء الأمة وصلنا إلى أن السنة النبوية محفوظة بحفظ الله عز وجل. فبين له أن السنة لا يحفظها واحد، وإنما يحفظها مجموعات أفراد من أبناء هذه الأمة، وكلهم في النهاية يجمعون جميع السنة النبوية المطهرة. هذا أيضا من الأدلة التي تذكر في أن السنة النبوية المطهرة محفوظة بحفظ الله عز وجل. لكن قد يدعي البعض أننا نسوي بين القرآن الكريم وبين السنة النبوية المطهرة في كونها محفوظة وكون القرآن الكريم محفوظا أيضا بحفظ الله عز وجل. لكن هناك فارق واضح من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتكلم عن القرآن وحين يتكلم عن السنة النبوية المطهرة. القرآن محفوظ بأمر كوني، ومعنى محفوظ بأمر كوني بقول الله: كن فيكون، كن فيكون، هذا معنى الأمر الكوني، محفوظ بهذا الأمر الإلهي. بمعنى أنه إذا لم يوجد على ظهر الأرض أو في الدنيا كلها في أي بقعة من بقاعها إذا لم يوجد من يحفظ القرآن الكريم، فالقرآن الكريم محفوظ بحفظ الله عز وجل.
وإن لم يكن هناك حافظ له من الايه من البشر أو من الخلائق من الجن أو الإنس فيها. فالله عز وجل تكفل بحفظه بأمر كوني. النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا المعنى في أحاديث متعددة مش ليس حديثا واحدا، يقول لو كان هذا القرآن في إهاب، الإهاب الجلد المدبوب، والجلد لما يشعل فيه النار إذا كان ناشف وكما مدبوغ إذا أشعلت في النار يحترق بسرعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو وضع هذا القرآن في إهاب لما احترق، لا يحترق. لا نقول نحن نحرق أوراق المصحف القديمة أو ممكن يحرق المصحف، احنا نتكلم عن أن لو خلت الدنيا من حافظ للقرآن الكريم، خلت من وجود مصاحف إلا مصحف واحد، هذا المصحف لو وضع في إهاب وأحرق بالنار ما احترق. فيبقى معناه بيتكلم عن الحالة التي لا يوجد فيها لا حافظ للقرآن الكريم ولا مصحف يضم القرآن الكريم. في حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث قدسي وحديث موجود في صحيح مسلم، يعني الحديث الذي ذكرته موجود في مسند أحمد، موجود في مسند أبي يعلى الموصلي، يعني حديث مش ليس مرفوضا ليس ضعيفا. حديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن ربنا سبحانه وتعالى لما كلمه صلى الله عليه وسلم قال له وأنزل عليك كتابا، أنزل عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان. ومعنى كتاب لا يغسله الماء يعني معناها لو ما فيش إلا مصحف واحد، لم يبقى إلا مصحف واحد كما قلت دون وجود أي حافظ، دون وجود أي مصاحف أخرى في أي بقعة من بقاع العالم، لو كان الأمر كذلك وليس هناك إلا مصحف واحد، لو غرق في المحيط لا يغسله الماء، يبقى بحاله كما هو محفوظ بحفظ الله. فهذا هو أسلوب أو بيان كيفية حفظ الله عز وجل لكتابه الكريم. أما بالنسبة لحفظ السنة النبوية المطهرة، فالسنة محفوظة بأمر تكليفي، يعني هناك أمر كوني بالنسبة للقرآن الكريم، بالنسبة للسنة النبوية المطهرة محفوظة بأمر تكليفي. ومعنى أمر تكليفي أن الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كلف الأمة بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى كلفهم بها أن لابد أن يعملوا بها، وإذا عملوا بها يحفظونها يعرفونها، وكذلك أيضا يتدارسونها فيما بينهم، لأن لابد أن نرجع إلى السنة لنفهم ما يطلب منا من الأحكام التكليفية. والحديث مشهور معلوم في ذلك، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما حفظها، يعني بالنسبة له، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. بهذا يبين الرسول عليه الصلاة والسلام أننا مكلفون إذا سمعنا أو إذا قرأنا شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحفظه ونعيه بوعي، نحفظه بوعي ونبلغه إلى غيرنا من خلق الله عز وجل. أيضا الحديث المشهور في حجة الوداع وفي غيرها، بلغوا عني ولو آية، ألا هل بلغت؟ قالوا له نعم. قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب، الشاهد يبلغ الغائب. لما كانت تأتيه بعض الوفود من القبائل العربية في أي منطقة من مناطق الجزيرة العربية عليه الصلاة والسلام، لما كان يأتيه أي وفد من الوفود يعلمهم،
علمهم أحكام الدين ويحفظهم القرآن الكريم، ويقول لهم أخبروا من وراءكم، يعني معناها الذي يعلم يبلغ من لا يكون يعلم. وربنا أراد سبحانه وتعالى أن يثير الهمم، يعني همة المسلمين لكي يحفظوا ولكي يبلغوا، فضرب لنا المثل بالجن، وأن الجن فهموا حتى وإن لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام بلسانه لهم اعملوا كذا، فهموا بمجرد أن استمعوا إلى القرآن الكريم أن واجبهم أن يعملوا على تبليغ دعوة الله إلى الناس، إلى الناس الجن يعني زيهم فيها. فالقرآن يقول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي انتهت القراءة ولوا إلى قومهم منذرين، راح يبلغوهم يحذروهم من عدم الإيمان، ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فالقرآن الكريم بهذا النص الواضح الصريح يبين أن مسؤولية من يسمع أن يبلغ من لم يكن قد سمع، وهذه رسالة أبناء هذه الأمة. الأسلوب الذي حفظ به القرآن، احنا قلنا القرآن حفظ بكن فيكون، الأسلوب الذي حفظت به السنة النبوية المطهرة يعني أمران: الكتابة والاستماع التلقي الشفاهي. تلميذ يتلقى عن شيخ، ده يعني السماع أو كما قلنا التلقي الشفاهي. الكتابة تدوين في أوراق في أي شيء من الأشياء التي يدون بها يدون فيها الناس ما يريدون تدوينه أو الحرص عليه. فهذا الأسلوب، أسلوب الكتابة أو أسلوب الحفظ، ونقول الحفظ في الصدور، الحفظ في الذاكرة، لأن أيضا لما أكتبه أنا أحفظه، أكتبه حفظا له، فيبقى الكتابة شيء والحفظ في الصدور اللي هو الحفظ الغيبي شيء آخر. السنة حفظت بهذين الطريقين، وقد تم الأمر بذلك منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس يعلم الناس والناس يستمعون، والناس كانوا حريصين على أن يحفظوا كل شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. العرب كانوا أشد الناس حرصا على كل شيء يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، في حركته، في سكناته، في نومه، في يقظته، في مأكله، في مشربه، في سفره، في إقامته، في وضوئه، في صلاته، كل أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. والذي دفع بعض المستشرقين إلى أن يقول ويعترف، والحاجة الشيء الغريب أن دي مفخرة بالنسبة للمسلمين، ومع ذلك فبعض أبناء المسلمين لا يدركون هذا الأمر ويخوضون فيما لا يعرفون. فهذا المستشرق يقول: لا يوجد أحد في الدنيا اهتم أصحابه بحفظ كل ما يصدر عنه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد اعتنى أصحابه بجمع
كل ما يتصل به وما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم، حتى عدوا الشعرات البيضاء في لحيته. لأن لما كان سيدنا أنس بيتكلم عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله سائل يعني الشيب بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، قال لا، إنها هي شعرات قليلة في لحيته. قال له تيجي كم كده؟ قال له 20 أو أكثر قليلا. يعني معناها هو مش عدها بالوحدة لكن بالتقدير. ومعنى هذا أن الصحابة كانوا أحرص الناس على ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحافظ. نجد من أمثلة هذا الحافظ الحرص الشديد على أنهم يعلمون كل شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويدونونه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كنت أنا وجار لي في بني أمية ابن يعلى من عوالي المدينة. عوالي المدينة يعني الضواحي اللي كانت تحيط بالمدينة المنورة، أغلبها طبعا دخل في عمران المدينة نفسها. كنت وجار لي من بني أمية بن زيد في عوالي المدينة، نتناوب الجلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجلس يوما، جاري يجلس يوما في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أذهب إلى معاشي يبحث عن لقمة عيشه. فإذا كان آخر اليوم جئت إلى هذا الجار فعلمت منه كل ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. اليوم الثاني أجلس أنا اللي هو عمر رضي الله عنه يجلس عند رسول الله، ويذهب جاره الذي كان يجلس قبل ذلك، يذهب جاره إلى سبيل حاله يبحث عن معاشه، يسعى ليكتسب لقمة عيشه. فإذا جاء آخر النهار قصصت عليه ما كان من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان عمر حريص وكان جاره حريص، كل الصحابة كانوا كذلك. وأنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنا نجلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتكلم، ونحن نحو 60، يعني حوالي 60 واحد، نحن حوالي نحو 60 نجلس نستمع إليه ونسمع كلامه ونشاهد ما يفعله. فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بعضنا إلى بعض، يعني قعدوا مع بعض، فنتذاكر ما قاله أو ما كان في هذا المجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتذاكر، فلا نقوم نحن من المجلس إلا بعد أن نحفظ ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس. عناية لم تكن مجرد جلسة، مجرد مقابلة، وإنما كانت حرص، كل الحرص على أن يحفظوا ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين لا يحفظون يبقى لهم موقف من الذين يحفظون. يعني معلوم كده أن من جهل الشيء عادة، واحد ما يقدرش يحفظ يرى أن كل الناس لا يحسنون الحفظ. زي ما قلنا أن من جهل الشيء عادة. يقول: كيف يستطيع الإنسان أن يحفظ هذا القدر من الأحاديث النبوية الشريفة؟ يحفظها في موضوع كذا في موضوع كذا في موضوع كذا، يعني يرى أن ذلك من الأمور الصعبة
أو الأمور المستحيلة. نحن أمامنا يعني الواقع، أنا لا أود أن أذهب بعيدا عن هذا، أمامنا الواقع. الطفل الصغير الصبي الذي يدخل الكتاب يحفظ القرآن الكريم، وهناك صبية لم يبلغوا سن السابعة، سنه ما كانت 7 سنين وحفظ القرآن كله وجوده وكان يقرأه ويرتل القراءة على أحسن ما يكون الترتيل بالنسبة له. فيبقى إذا كان الطفل الصغير في 7 سنوات يحفظ القرآن الكريم كله، فأنا لا أستبعد على الكبير أن يحفظ أيضا ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنوات متعددة، لأن إن هو بيحفظ شيئا فشيئا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل كل الأحاديث مرة واحدة، وإنما كان بحسب المواقف بحسب الأحوال بحسب احتياجات الناس يتكلم بالحديث أو يفعل شيئا من الأشياء، وبالتالي فحفظها يكون يعني أكثر سهولة من حفظ آيات القرآن الكريم، وبخاصة والحديث النبوي الشريف يمكن أن يروى بالمعنى، يعني ليس المشترط في رواية الحديث أن يكون باللفظ والحرف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي أعطى تسهيل، أعطى رخصة للمسلمين أن يروي الحديث بقوله، قال كده: إذا أصبت المعنى فلا بأس. يعني إذا كنت هتحدث الناس والمعنى صحيح في الذي ترويه فلا بأس بهذا. فالحديث النبوي يروى بالمعنى، القرآن لا يروى بالمعنى، وإنما القرآن الحرف، والخطأ في الحرف خطأ في القرآن الكريم، وإنكار حرف من الحروف في القرآن الكريم تمرد وخروج عن القرآن الكريم، بل خروج عن الملة. فالمسألة إذن بالنسبة لأمر السنة حفظها أمر سهل ميسر بالنسبة للناس. القرآن حوالي 6636 آية، آيات، وطبعا العدد بيختلف بحسب البصريين والكوفيين وما إلى ذلك، ممكن يعني يكون فيه أقل وممكن يكون فيه أكثر بالنسبة لهذا العدد. نعم، حديث إيه؟ حديث ماضي، إذا أصبت المعنى فلا بأس. هو الواحد من الصحابة بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام: نسمع منك الحديث فلا نستطيع أن نؤديه كما سمع، ينقص حرفا أو يزيد حرفا، ونقدم أو نؤخر. قال له: إذا أصبت المعنى فلا بأس. فبالنسبة للإنسان كما قلت يحفظ القرآن الكريم، والقرآن الكريم آياته الطوال والقصار معا يعني تزيد على 6000 آية من الآيات. الأحاديث النبوية الشريفة، الأحاديث الطويلة جدا زي اللي بيرسلوها على النت أو يحاولوا يتكلموا بها في القصص أو ما إلى ذلك، أغلبها موضوعة ليست أحاديث صحيحة، إلا أحاديث الإسراء، الحديث موجودة في البخاري والموجودة في صحيح مسلم، وهي طويلة بعض الشيء نسبيا، لكن بقية الأحاديث الطوال، الطول الحديث من أمارة أنه موضوع، هكذا قرر العلماء بعد الفحص والتنقيب بعد الدراسة والبحث بالنسبة له. فيبقى الآيات عندنا آيات الدين، آية الدين في سورة البقرة آية طويلة، آية الكرسي آية طويلة، آيات كثيرة فيها طول، وبقية الآيات متوسطة وقصيرة.
فإذا كان الإنسان يتمكن من حفظ القرآن الكريم مع أنه مطالب بحفظ الحروف على وجهها وأدائها على هذا الوجه الذي حفظه عليها، إذا كان الأمر كذلك فكيف نستغرب على إنسان أن يحفظ عددا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون هذا العدد؟ وأبو هريرة الذي يضربون به المثل في أنه بيقول أي كلام، ده الناس اللي بينكروا السنة اللي بيقولوا كده، هؤلاء حينما يقولون بالنسبة لأبي هريرة، أبي هريرة لم تتعدى مروياته لم تصل إلى 5500 5374 أو 474 يعني في هذه الحدود بالنسبة لها، ومنها الصحيح ومنها غير الصحيح. العلماء الذين قالوا ذلك مش هم الذين قيل لهم ذلك، هم الذين قالوا وبينوا الأحاديث ضعيفة الإسناد والأحاديث غير ضعيفة الإسناد. فبالتالي لا يستغرب أن يحفظ إنسان أي قدر من الأحاديث النبوية الشريفة مهما نظر الناس إليه إلى على أنه كثير يصعب حفظه على هذا الإنسان. هذه بعض الجوانب بالنسبة للحفظ الصحابة رضوان الله عليهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان واحد منهم بيتردد في حديث من الأحاديث يسأل أبو بكر وهو خليفة، جاءته الجدة، جدة أم الأم، جاءت تسأله أنه يعطيها ميراثها، يديها ميراثها، قال لها أنا لا أجد لك شيئا في كتاب الله، القرآن ما فيهش حاجة بالنسبة لميراث أم الأم، لا أجد لك شيئا في كتاب الله ولا أعرف شيئا قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين التفت إلى الصحابة الجالسين وقال لهم هل فيكم أحد يحفظ شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراث الجدة؟ قام المغيرة بن شعبة وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه طه السدس، سدس التركة، مثل الأم وجدة الجدة من الأب يعني. فقال له من يشهد معك؟ يعني لم يكتفي بشهادة المغيرة بن شعبة، هو مش بيشك فيه أو بيشك في أن الحديث بيقوله كده، إنما أيضا يريد أن يستوثق ليعلم الناس أن الاستماع إلى ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون فيه الحذر والتحوط. هكذا كان يفعل أبو بكر وغيره بعد كده، غيره من الصحابة من الخلفاء الراشدين وغير الخلفاء الراشدين، الكل كان لابد أن يستوثق من صحة هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام محمد بن مسلمة أحد الصحابة وشهد بما شهد به المغيرة بن شعبة، فأبو بكر قال إذا كان الأمر كذلك يبقى الحكم أنه يقضي لهذه الجدة اللي هي أم الأم بالسدس. هذا موقف أبو بكر. عمر نفس الشيء، ومع من؟ مع أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري اللي النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان بيضعه في مكانة أمام الناس ويمدحه في قراءة القرآن الكريم، لأن صوته كان بالقرآن الكريم ما شاء الله العظيم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال له ربنا أعطاك هبة منحة بالنسبة لنداوة الصوت وجمال الصوت بالنسبة لأبي موسى الأشعري. وأبو موسى الأشعري كان من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بينه وبين عمر موعد وذهب في الموعد وطرق الباب مرة، التانية، التالتة، لم يفتح له الباب. فعمر بن الخطاب بيفتح الباب بعد كده يعني ما فيش حد. فلما التقى بأبي موسى بعد كده سأله، قال له ألم يكن بيني وبينك موعد؟
قال له بلى في موعد. قال له ما جيتش؟ قال له انا جيت. قال له ما جيت ازاي؟ انا فتحت الباب لطارق. قال له انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا استأذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. يرجع. انتهى الامر عند هذا الحال. عمر يقول لابو موسى ايه؟ لتأتيني على هذا ببينة او لأوجعن ظهرك، اضربك اجلدك ان لم تأتي بشاهد بين. ابو موسى الاشعري عارف ان عمر ما بيهزرش، ما بيضحكش، ما بيمزحش، انما اذا قال كلمة حينفذها. فذهب يبحث، مر على مجلس فيه شباب من شباب الانصار وجالسون، قال هل فيكم احد يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استأذن احدكم فلم يؤذ ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع؟ قالوا له نعم كلنا نحفظ حديث هذا الحديث. قال يجي حد معايا عند عمر يشهد بان هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا يقوم معك الا اصغرنا. قالوا أم معها أبو سعيد الخدري وأم معها أبو أبي ابن كعب، وشهدوا عند عمر أن ذلك قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. عمر يقول لأبو موسى إيه؟ أما إني لم أتهمك، أنا ما كنتش بقول الكلام ده اتهام لك أو شك فيك، إنما أما إني لم أتهمك لكنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معناها لازم الاحتياط، لازم الحذر. في رواية أخرى قال ولكني أردت أن أتثبت، أردت يعني أقوي توثيق هذا الحديث. فبالنسبة لصحابة رسول الله كانت بينهم المراجعات في الأحاديث، وأيضا كانوا حريصين كما قلنا على الحفظ حفظا كاملا. وفي مثال، يعني الأمثلة كثيرة، لكن في بعض الأمثلة يعني الحقيقة نحتاج نستوعبها وتكون حاضرة في أذهاننا. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت حريصة كل الحرص على أنها إذا سمعت شيئا فهمته، توعاه، وإن كانت تحتاج إلى مراجعة تراجع اللي بيتكلم حتى وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تراجعه عشان تفهم وتحفظ. فهي جاء ابن أختها أسماء ابن الزبير، أسماء ذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاه، جاء وقال لها أنا كنت في الحج وبعدين وجدت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكان بيحدثنا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له يعني قال إيه؟ فقال، ذكر لنا الحديث النبوي الشريف، إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال. يعني ربنا ما يمسحش العلم الديني من قلوب العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. يعني معناها العلم يقل، العلم ينعدم في مكان بموت العلماء. فالعالم يبقى ما علمه الله إياه بيظل موجود عنده حتى يلقى الله عز وجل. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، ما عادش فيه عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبدأ الناس يسألون من لا تخصص له في العلم الديني، يسأل واحد لا يصلي عن أحكام الصلاة، يسأل واحد يشرب خمر
عن أحكام الخمر. كيف مثل هذا؟ فهو في هذه الواقع حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هي سمعة الحديث ده. الحديث ده من شأنه أنه يثير في النفس بعض التساؤلات. عائشة لم تقل، ما قالتش، هي هتسأل ولا ما تسألش، لم تقل شيئا، سمعت الحديث وسكتت. وظلت للسنة التالية بعد مرور سنة، فلما جه موسم الحج قالت لابن أختها عروة اذهب إلى الحج وقابل عبد الله بن عمرو بن العاص، قابله وتلطف إليه يعني كده بالهدوء بالحسنة، واسأله عن الحديث الذي ذكرته لي في العام الماضي. يعني قعد سنة تريد أن تستوثق من هذا الحديث. قالت له أنت تذهب وتقابل عبد الله بن عمرو وتتلطف إليه وتسأله عن الحديث الذي ذكرته لي في العام الماضي. فذهب إليه وتقابل، التقى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، كان بيعمل كل سنة عمرة والحج وما إلى ذلك، أنا كان بياخدها من طريق بركة الحج اللي موجودة عندنا أو طريق الحج المعروف. فسمعه قال له يعني أنت ذكرت لنا حديثا يدل على قبض العلماء، هل ممكن تعيده علي حتى أحفظه؟ يعني مش راح قال له كده أنت قلت الكلام ده صح ولا غلط، لا عيد علي الحديث ده حتى أتمكن من حفظه والتأكيد بالنسبة له. فأعاده، فرجع لما رجع إلى المدينة وتقابل مع خالته السيدة عائشة رضي الله عنها، قال لها حصل كذا وكذا وسمعته يروي الحديث فيقول كذا وكذا. قالت أما الرجل فقد حفظ، يعني عبد الله بن عمرو حافظ إيه هذا الحديث حفظ صحيح. الحقيقة الإنسان شغل نفسه فترة يبحث في بفكرة عن الأسباب التي من أجلها توقفت السيدة عائشة بالنسبة لهذا الحديث، وليه تريد تأكيد على أنه محفوظ حفظ جيد وليس فيه خلط أو خطأ من الأخطاء. هو من المعروف كما يقول القرآن الكريم أن الله عز وجل إذا هدى قوما إلى الطريق لا يمكن أن يكثر فيهم أسباب الغواية والبعد عن الطريق. يعني واحد مشي في طريق الصلاح أو جماعة مشوا في طريق الصلاح والإصلاح، الله عز وجل إذا وفقهم وكان في عونهم لا يسحب توفيقه، لا يغيره، لأنهم إذا ازدادوا توفيقا من الله ازدادوا عملا يتقربون به إلى الله عز وجل. ناس آمنوا، الله عز وجل لا يمكن أن يسلط عليهم أسباب الكفر، أسباب الكفر لا، لكن ممكن سلط النوائب، المصائب، الاختبارات، الابتلاءات، سنة الله في الكون. فالله عز وجل لا يمكن أن يسلب الناس توفيقا أعطاهم إياه، وهذا نص القرآن الكريم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقوا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، سورة التوبة. هذه الآية الكريمة واضحة. فالسيدة عائشة ترى أنه إذا قبض الله العلماء وترك الناس يختارون رؤوسا جهالا
حتى إذا استفتوهم استفتوهم فافتوهم بغير علم فضلوهم وأضلوا. إذا كان الأمر كذلك يبقى ترى أن مثل هذا فيه معارضة لما جاء في الآية القرآنية الكريم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالسيدة عائشة يعني دار في ذهنها، والله أعلم طبعا لأن احنا بنقول ان احنا بنبحث، دار بذهنها هذا المعنى. فلما تأكدت أن عبد الله ابن عمرو ابن العاص يحفظ الحديث حفظا جيدا ماذا صنعت؟ أقرت بأن الرجل قد حفظ، يبقى على الطرف الآخر أن يبحث عن معنى يتفق مع معنى الحديث. الله عز وجل لا يضل قوما بعد إذ هداه، لكن يقبض العلم بقبض العلماء متى؟ قرب قيام الساعة. يعني أن الحديث يتكلم عن فترة معينة من الزمان، مرحلة تمر بالبشرية قبل قيام الساعة. ولذلك يعني ورد في الأحاديث كثيرة لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. يعني الناس تنسى الإيمان، تنسى كذا تنسى كذا، حتى إذا أخذهم الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر. يعني فيها أحاديث كثيرة وأحاديث صحيحة. يبقى معنى هذا أن حديث عبد الله بن عمرو ليس على طول الخط زي ما بنقول، ليس سنة دائمة، وإنما هو حالة استثنائية يمر بها الناس قرب قيام الساعة. وبناء عليه تفهم الآية على ما هي عليه، أن الله عز وجل حكمته طريقته سنته بين الناس لا يضل قوما بعد إذ هداه حتى يبين لهم ما يتقون. أما بالنسبة لقبض العلماء واتخاذ الرؤوس الجهال فقرب قيام الساعة. هذا يعني من الأشياء التي تذكرنا بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أشد حرصا على حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمثلة كثيرة كما قلت. لكن العرب أنفسهم أيضا بالطبيعة التي فطرهم الله عليها كانوا أشد الناس حفظا لما يسمعون ولما يشاهدون. والأمر هذا الأمر نحن لا نتكلم عليه وحدنا، إنما يتكلم عليه الدارسون لتاريخ الأمة العربية. العرب ذاكرتهم حافظتهم أقوى الذواكر وأقوى الحوافظ. لماذا؟ قدماء المصريين كانوا بيدونون على الحجارة وعلى ورق البردي، كان بيكتبهم، فما اشتهروش بالحفظ إنما اشتهروا بالكتابة. حمير في اليمن اشتهروا أيضا بالكتابة. الأشوريين والكلدانيين اشتهروا أيضا بالكتابة، لكن بالنسبة للعرب اشتهروا بالحفظ. ويمكن لما واحد كده يقعد يفكر هيلاقي ايه، هما لما كانوا بيعملوا المعلقات في الجاهلية اللي احنا كنا بندرسها واحنا طلبة صغار، هذه المعلقات اللي هي الشعر الجيد الشعر الرصين كانوا يطبعونها ويوزعونها على الناس؟ كان بيحصل؟ ابدا. ده كانت كل قبيلة لما يكون عندها شاعر تختار الشاعر تكرمه، لانه جهاز الاعلام بالنسبة للقبيلة، فيبقى هذا الجهاز الاعلامي تحرص عليه، وبجانبه وبجانب الشاعر واحد يحفظ قصائده يحفظ أقوال هذا الشاعر وينشرونها على الناس سواء كانت في المديح أو في الهجاء. يحفظ ما يقال في الهجاء ضد الخصوم وضد الأعداء، ويحفظ ما يقال في المناقب والمدائح بالنسبة للقبيلة ونسب القبيلة. فبالتالي المعلقات ويقر بها كل من درس تاريخ الأمة العربية
وتاريخ الأدب العربي على وجه الخصوص كان نشرها بين الناس الوسيلة لنشرها إيه؟ الحفظ من الصدور. لم يكن هناك أدوات نشر كتابية موجودة، فكانت أدوات النشر التلقي والحفظ وإبلاغ الناس بهذا. فهذا مثال على قوة الذاكرة، قوة الحافظة بالنسبة لأبناء الأمة العربية. هذا جانب. في جانب آخر، وفي كتاب النويري بيتكلم في نهاية الأرب، اسمه نهاية الأرب، فيه الأشياء الكثيرة من هذا الذي نقوله بالنسبة لحفظ العرب وقوة الذاكرة عند العرب. العرب كانوا يحفظون أنساب الإبل وأنساب الخيل، وأيضا إلى جانب أنساب الإبل وأنساب الخيل أنساب الكلاب. في كتب موجودة في هذا كده صغير. يحفظون أنساب الإبل ليه؟ لأن بيفرق الإبل بيستخدمه في الصحراء ونخل أمتعته والسفر عليه وما إلى ذلك، فهو يريد نوع من الجمال جيد، فيعرف أن الجمل ده من سلسلة كذا 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 يشتريه، من سلسلة أخرى ما يشتريش. نفس الطريقة أيضا بالنسبة للخيل يحفظها، بالنسبة له نفس الطريقة بالنسبة للكلاب، لأنه لما يطلع بالإبل ويمشي بها في الصحراء يبقى يريد كلبا للحراسة بالنسبة له، يرعى الغنم أو يضع الغنم في أي مكان يريد أيضا كلبا للحراسة، فيبقى كان يهتم بحفظ أنساب الإبل، حفظ أنساب الخيل، حفظ أنساب الكلاب. إذا كان اهتمامه بهذا في الجاهلية، فبعد أن يهديه الله للإسلام يكون أشد حرصا على أن يحفظ ما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن انتسابنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أشد من انتسابنا إلى آبائنا وأمهاتنا، لأن هو الذي أنعم الله به علينا وأخرجنا من الظلمات إلى النور. وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن أبا أحد منا من حيث النسب من حيث الصلب، لكنه أب للناس في رعايتهم وعنايته بهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وفي بعض القراءات وهو أب لهم، والنساء النبي عليه أمهات المؤمنين كما نعلم. فبالنسبة لحرصهم على أن يعرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء كان أشد حرصا. فيبقى الذاكرة التي كانت تستعمل في هذه الأشياء البسيطة أو هذه الأشياء التي نعتبرها يعني تخريفات، إذا كانوا يستعملون الذاكرة في هذا فهم في حفظهم ما يصدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أشد حرصا على ذلك. إلى جانب المعروف والمشهود أن سلسلة النسب العرب كانوا يحفظون الأنساب، وفي جمهرة أنساب العرب موجود كتاب كبير يعني. فالعرب كانوا يحفظون أنسابهم، يحفظ ابن مين ابن مين ابن مين ابن مين, ابن مين إلى ما شاء الله، يحفظ هذه السلسلة. هذه السلسلة التي يحفظها لما يسلم ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ألا يمكنه أن يعرف سلسلة الإسناد؟ والإسناد بالنسبة لذلك الوقت كان يمكن صحابي في الطريق أو تابعي وصحابي، يعني هيحفظ اثنين أو ثلاثة بالنسبة لمن ورد عنهم هذا الحديث، فبالتالي يكون أشد تمكناً وأشد حفظا بالنسبة لحفظه ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى أول وسيلة لحفظ السنة النبوية المطهرة الحفظ في الذاكرة، والعرب يشهد لهم الواقع ويشهد لهم الدارسون
أنهم كانوا أهل الحفظ في الصدور. ولذلك قيل إن تاريخ العرب عشان نجيبه لم يكن مسلات ولم يكن معابد زي عندنا في مصر، وإنما كان دواوين الشعر. الشعر ديوان العرب، ومعنى ديوان العرب يعني فيه تاريخهم، فيه أنسابهم، فيه مفاخرهم، فيه مثالبهم، عيوبهم، يعني سواء كانت العيوب أو كانت الأشياء التي يمدح بها موجودة في شعر العرب. بالنسبة للمواقف المتعددة والوقائع المشهورة، يعني حرب البعاث اللي كانت بين الأوس والخزرج، الشعر اللي خلدها واللي أبقاها، ما فيش أوراق، ما فيش وثائق، لكن فيه حفظة، كانوا يحفظون ذلك. داحس والغبراء بالنسبة للناقة، يعني الكلام فيها كلام بالنسبة لعنطرة ابن شداد أو غيره أو ما إلى ذلك. كل تاريخ العرب يحفظ في أشعار العرب، وبناء عليه هذا كما قلت من العناوين أو من المظاهر التي تدلنا على قوة الذاكرة عند العرب. فالحفظ الجيد كان وسيلة المسلمين، وسيلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى حفظ ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان شيء كبير أو شيء بسيط، لأنهم كما قلنا عدوا الشعرات البيضاء في لحيته صلى الله عليه وسلم وذكروها بالنسبة للناس. ما كان يخفى عليهم من أمر رسول الله كان يسألون عنه، يسألوا بعضهم بعضا أو يذهبون إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهن عن أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نأتي بقى إلى الكتابة، الكتابة العرب لم يكونوا يكتبون، لكن ليس هذا بإطلاقه، هناك بعض من كان يكتب. يعني إذا كانوا لم يكتبون يعني ليست الكتابة شائعة بينهم، لكنها موجودة في نفر قليل موجود فيها. الكتابة نتكلم عليها فيما بعد إن شاء الله، لكن أود أن أقول الحفظ هو الأساس وهو الأصل في التواصل بين الأجيال. الحفظ، هل أنا بالنسبة لهويتي اللي موجودة، الرقم القومي أو البطاقة، أنا أمسكها وأقولها لكل الناس، أوريها لهم على أنها وثيقة تثبت أننا فلان ابن فلان وأننا من العائلة الفلانية؟ هذه واحدة نفكر فيها. هل إذا قيل لشخص أنت تعرف فلان ابن فلان يقدم له وثيقة علشان يثبت له أنه يعرفه، أو أن الناس بتكتفي بالذاكرة، تكتفي بالحفظ، يعلمون أن فلان ابن فلان ابن فلانة، الجيران أولا أو الأقارب والجيران ثم بعد ذلك بقية الناس. ولما أقول أنا سمعت فلان يقول عن فلان إنه ابن أخيه ابن عمه ابن خالي ابن كذا، أنا بأخذ كلامه قضية مسلمة. يبقى التعامل في الأصل والأساس في التواصل بين الناس إنما هو بالحفظ الذي في الصدور. وسنزيد إن شاء الله هذه النقطة إيضاحا مع الكلام عن الكتابة والتدوين في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللي عنده سؤال وعليك. اللي بنتكلم فيه مدخل لكي نشرح كتاب مختصر ابن أبي جمرة البخاري، هو الكتاب الأصلي في الدروس بتاعنا بهجة النفوس لابن أبي جمرة. هو أخوك جاب لك الكتاب هو. نعم.
هو بالنسبة لل... طب شكرا، وريه له، ارفعه له. فهو المدخل بس بالنسبة لنا يعني كتمهيد، وعليكم السلام، تمهيد لشرح هذا الكتاب، فده عمدتنا في دروسنا القادمة إن شاء الله. لكننا بنتكلم عن التدوين علشان نعرف إن الكتابة للسنة النبوية حدثت منذ عهد رسول الله، نتكلم عليها، وبعدين التصنيف والتأليف بالنسبة للعلماء حتى نصل إلى هذا الكتاب. ولما نصل إلى هذا الكتاب نبدأ نشرح هذا الكتاب. بالنسبة للصحابة اللي كانوا بيكتبون، أنس بن مالك كان من الكاتبين، مش لازم كاتب الوحي، هو كاتب كتاب الوحي، عدد معروف، زيد ابن ثابت والحارث ابن هشام وسعيد ابن زيد، ويعني مجموعة من محدودة من كتاب الوحي اللي كانوا يكتبون القرآن الكريم. لكن فيما يتصل بمعرفة الكتابة، أنس كان يكتب، أبي ابن كعب كان يكتب، بالنسبة عمر ابن الخطاب كان يكتب. نعم، لا ما مش مدونوش، لم تصلنا تدوين، أنا بتكلم عن الذين كانوا يكتبون. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب ودون، ده دون ما كلم عليه. عمرو بن العاص نفسه أيضا كان يكتب بالنسبة له. فبالنسبة للعدد الذين كانوا يكتبون عند بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، كان عدد الذين يكتبون في مكة حوالي 13 واحد، 13 فقط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نشوفه أنه كان بينهى عن كتابة السنة مختلطة بالقرآن الكريم، حنبين الأسباب. ولما نعرف الأسباب نعرف هل الكتابة كانت ممنوعة بإطلاق أو كانت ممنوعة لأسباب. كانت ممنوعة لأسباب، وجدت هذه الأسباب يبقى ممنوعة، لم توجد هذه الأسباب يبقى الأمر مطلق في هذا. تدوين السنة كعلم لا، ده في بعد 100 سنة الأولى، لا كعلم، لا كروايات مجموعة. أما بالنسبة للتدوين العلمي، تعقيب على الأحاديث بأن هذا كذا وذا كذا، في القرن الثاني الهجري كما تفضل، يعني بعد المئة، ده التدوين اللي هو الجمع الرسمي. لكن بالنسبة للتدوين أدون لنفسي، كان موجودا على عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الواحد منهم كان بيدون لنفسه، مش بيدون لينشره. لكن الديوان الذي يكون المرجع بالنسبة للاختلاف أو بالنسبة لأي إنسان، تم على يد الزهري في خلافة عمر بن عبد العزيز. لو في أول قرن الثاني هنتكلم عليها، لو موجود في 85 وموجود في عصر الخلفاء الراشدين، موجودة كتابات موجودة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالكتابة لبعض الصحابة، ولما أرسل عمرو بن حزم الأنصاري إلى اليمن ليكون قاضيا ومعلما وإماما بالنسبة للمسلمين هناك، أمره أن يكتب كتابا ذكر فيه كذا وكذا، والكتاب لازال موجود. فده إن شاء الله موعدنا معه الأيام القادمة بإذن الله. نعم، لو اختلف على مين تصحيح حديث وتضعيف ناخد بأي قول؟ بالأكثر خبرة. يعني مثلا حديث كان ذكر في الغزالي، إذا أرد الله بعبد بعبد الخير، مين؟ حديث ذكر في حي علوم الدين، إذا أرد الله بعبد الخير جعل له وعظا من نفسه يأمر منها. فبعض المحققين يقول ضعيف العراقي يقول إسناده جيد. العراقي لما يقول إسناده جيد، العراقي عالم ولا غير عالم؟ ومشهود له من تلامذته ومن أقرانه بأنه كان خبيرا في جانب توثيق الأحاديث النبوية أو تضعيفها بالنسبة لهذا. المقابل بالنسبة له، وبعدين لما يقول جيد
معروف ان المصطلحات اللي عند المحدثين الصحيح والحسن والضعيف، وعندنا صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره، دي المصطلحات العامة. إذا خرج العالم من علماء الحديث عن هذه المصطلحات وقال جيد أو قوي أو لا بأس به مثل هذه العبارات، يدلنا أو يشير إلينا على أنه يرى شيئا ما في هذا السنة، لكنه لا يؤثر. لما يقول لي جيد أو يقول لي قوي، يبقى معناها أنه عنده إحساس بأن شيئا ما في سند هذا الحديث، لكنه لا يؤثر في قبول هذا الحديث، يعني ده المعنى. فيكون العراقي الجيد دليل على أنه عنده شعور هامشي، شعور خاطف بأن في الإسناد شيئا ما. ومعروف أن بالنسبة للتضعيف والتصحيح بينصب على اجتماع شروط الاصطلاحية، شروط التي اشترطها علماء الحديث النبوي الشريف، وليس في حقيقة الأمر. يعني أنا ممكن أقول ده صحيح وفي النفس منه شيء اللي هي بسموها العلة، العلة الخفية اللي موجودة لا يدركها إلا أكابر العلماء في هذا. الجماعة الصوفية زي أبو حامد الغزالي وما إلى ذلك ممن يصححون الأحاديث بالبصيرة، يعني يقرأ الحديث يرى عليه أنوار النبوة كما يقولون في مثل هذا، فيحكم بأن الحديث صحيح وإن كان الإسناد عند غيره فيه كلام. فده موضوع يعني يطول فيه الأمر. إنما الشخص الثاني اللي رد على العراقي هو من؟ لما انت قلت لي ان واحد مش تعرض اثنين من الاذكر بس قالك ضعيف يعني. شوف اما اقول لك حاجه، في عصرنا لا يوجد عالم في الحديث النبوي الشريف يستطيع ان يعقب على المتقدمين، لان المتقدمين في جهودهم وفي مقارنتهم كانوا على شيء كبير. الموجود الآن أنا أو غيري أو 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 إلى ما شاء الله، أمامنا إيه؟ الكتب، أمامنا الكمبيوتر وما إلى ذلك. لكن بالتجربة ما أجمعه من الكتب ممكن أنا أجمع من كتاب معلومة وأبحث عن هذه المعلومة في كتب أخرى بالنسبة لها، حينما أجد المعلومة في كتاب آخر قد أنسى المعلومة الأولى أو أنسى يعني بعضها أو يغفل عن بعض ألفاظها. القدامى ما كانوش كده، القدامى كان إذا تذكر شيئا تداعت له بقية الأشياء وكان يحفظ ويقارن. والذين ألفوا على ما نسميه منهج تأليف على العلل كانوا من أكابر حفاظ الحديث النبوي الشريف، سواء يعقوب ابن أبي شيبة ابن أبي حاتم غيره غيره من هؤلاء العلماء. فبالتالي لا تقارن بين قول قاله الأقدمون في مثل هذا وبين ما يقال في العصر الحديث بالنسبة للتوثيق والتضعيف والتصحيح. وبعدين هو معروف إن في القديم كلما رجعت إلى الأصل والأساس كان أجود، وفي الحديث يعني العلوم الحديثة الأجود أنك ترجع إلى أحدث النظريات، إلى أحدث النظريات. لكن في التاريخ العلوم التوقيفية المرجع الأولى بالقبول هو المرجع الأقدم، واللي بيحققوا المخطوطات يعرفون ذلك ويقررون ذلك. إذا كان الكتاب موثوق به فلأن النسخة التي طبع عليها كانت بخط المؤلف
أو سمعت على المؤلف أو ابن المؤلف أو تلميذ المؤلف ومقابلة هكذا. نعم. أنتم قلتم في الأول. نعم. تفصيل مجمل والتفصيل المطلق والتفصيل المفصل، هي تقسيم يعني في الأول. القرآن في الذات في ذاته هو بيان المجمل. بيان مجمل. مجمل. والسنة بيان تفصيلي. بيان تفصيلي. وبعد قلتم شيئا. هو أنا تكلمت لما يجي يقول وفاكهة وأبا، قلت سؤل عمر وسؤل أبو بكر، فقال كل واحد منهم أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. لكن هل معنى ذلك إن الأب غير مفهوم؟ الأب من أنواع المرعى، عرفنا أنه نوع من أنواع المرعى، لكن أي نوع هو بالتحديد في مثل هذا؟ ده الموطن بالنسبة لي. فيبقى القرآن إذن ورد فيه بعض العبارات المجملة لكنها واضحة في بيان الهدف الذي تهدف إليه. وهل المطلق موجود في تفسير المجمل؟ ما احنا اتكلمنا على المطلق لما يجي يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكلا من الله. والتفسير المفصل. استنى بس. يعني في ثلاثة أقسام، تفسير مجمل وتفصيل مطلق وتفصيل تقييد المطلق. تقييد المطلق وتخصيص العام. أنت عايز بس أي أسئلة؟ أيوة. في صحيح أن الوارد من الأحاديث المتواترة في السنة قليل، وأن العمل على أكثره من الأحاديث الأحد يعني أو هو يعني حاضر الوارد عن طريق التواتر قليل. حاضر هو لم يرد عن طريق التواتر اللفظي، يعني اللفظ كما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا يعني بعض الناس ذكر حديثا واحد من العلماء القدامى، والبعض يذكر ثلاثة. المهم أن التواتر اللفظي نادر أو قليل، لكن التواتر المعنوي كثير. ما هو التواتر اللفظي وما هو التواتر المعنوي؟ التواتر اللفظي ان الالفاظ كما قالها الرسول عليه الصلاه والسلام، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار بلفظه ومعناه. ده في المتن. ما هو ده التواتر. ما اقصد السند. تواتر السند. اقصد تواتر السند. لا، هو التواتر السند تواتر المعرفه بان هذا الراوي شيخ لفلان وتلميذ لفلان، اللي هي الطبقات. علم الطبقات. علم ورد في السنة النبوية المطهرة في متواتر من عندنا أسانيد. أسانيد مشهورة أصح الأسانيد، وعندنا أسانيد صحيحة، وعندنا أسانيد ضعيفة، مصنفينها كل الأسانيد مصنفة بحسب رجال هذه الأسانيد. فالمرجع بقى إذن إلى الرجال وليس إلى جملة السند. وهل صحيح أن البخاري فيه أحاديث ضعيفة؟ لا، من قال؟ وأنا يعني أنا قاصد بالمدخل أتكلم عن الكلام اللي الذي تكلم به الناس عن البخاري. أو هتكلم عليه يعني تحضر معانا إن شاء الله. تشرف. كل يوم سبت إن شاء الله. في أقسام القرآن، تفسير مجمل مثل كل القرآن. لا، مش كل القرآن. هو زي الصلاة، هل أقيموا الصلاة القرآن؟ لكن كيف تصلي؟ متى تصلي؟ ده موضوع تفصيلي في السنة النبوية المطهرة. نعم. وتفصيل تغييد مطلق مثل آية ما قلت والسارق والسارقة. إن السنة بيّنت أنها قطع اليد اليمنى من الرسغ. وتفصيل عام كآية الصلاة. آية النساء حرمت عليك أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم لغاية ما قالوا أحل لكم ما وراء ذلكم، ففيها خثرة. وبعدين قلنا بالنسبة للتخصيص أيضا، القاتل لا يرث من مقتوله، لو الابن قتل أباه لن يرث من أبيه، هذا تخصيص. في شيء آخر؟ وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله.